هو عشان برضو الناس معلش انا اسف. اتفضل اتفضل. احيانا انا كنت بقول كده اصلي في الانترو النهارده، احيانا الناس تحاسب المدرب وكانه بقاله مثلا معانا سنه او سنتين، ده راجل بقاله اربع خمس شهور. طبعًا. كان عنده تاسكات كتير بسرعه، فجاه تصفيات كاس عالم وفجاه كاس العرب وفجاه كاس افريقيا، فحسينا ان هو بقاله فتره معانا. هو لسه برضو ما بقالوش فتره كبيره رغم كل ده يعني. صحيح. يعني هو زي ما قلت لك النقله اللي هي من اول ماتش كوت ديفوار حاجه، والفتره اللي قبليها هو كان بيجرب فيها، ولكن تجاربه بس زي ما قلت لك كانت كبيره شويه. يعني فجاه ثوريه يعني ثوريه صدمت الناس في حاجات. يعني يمكن بخبره، مش عشان طبعا مستر كروش ده راجل مدرب عالمي وكده، لكن احنا بنتكلم بخبره الناس اللي عايشه في مصر، عارفه مثلا ان زيزو احسن مكان ليه في الجناح اليمين، عارفه ان مصطفى فتحي احسن حاجه فيه في الجناح اليمين، عارفه ان محمد شريف افضل كتير في راس الحربه من الجناح، عارفين ان احمد ياسر ريان راس حربه افضل بكتير من انه يلعب جناح. دي خدت منه هو وقت شويه. لكن سؤال اسالك سؤال بصراحه. ما هي خبره الناس اللي في مصر دي برضو اللي ما لعبتش عمر كمال عبد الواحد باك رايت وما جابتش محمد عبد المنعم؟ يعني محمد عبد المنعم من كام شهر فاتوا ما كانش اساسي اصلا مع المنتخب الاولمبي اللي احنا كلنا فرحانين بيه. عمر كمال عبد الواحد ظهير ايمن رائع جدا بيعوض اكرم توفيق. فهي برضو احيانا الحاجات الثوريه الغريبه دي تطلع لنا نتيجه شفناها. ماشي. هو برضو ما حدش يقدر ينكر انه في حاجات نجحت وفي حاجات لم تنجح طبعا. وزي ما قلت مش معنى انه حد لعب ماتش دولي كويس مثلا يبقى هو ده على طول اساسي منتخب مصر. ما هي برضه في حاجات وحاجات. انا بقول لك في حاجات له وفي حاجات عليه، وفي حاجات اتعملت كويس قوي وفي حاجات اتعملت اقل شويه. ما فيش شك ان محمد عبد المنعم قلت لك مكسب كبير جدا. يعني انا بالنسبه لي مش مفاجاه ان محمد لعيب كويس. أيوة. احنا عارفين في النادي الاهلي انه لعيب كويس ورايح اعاره مع سموحه كويس ومع فيوتشر كويس، لكن التالق ده والثقه اللي بيلعب بيها دي والاتزان دوت يعني لا مهزوز في تغطيات ولا في رقابه ولا في انه يبني هجمه ولا انه متوتر، كل ما بيلعب على احسن مهاجمين القاره. ما هو انا قلت لك عشان كده هو بالنسبه لي انا هو وابو جبل والونش وابو الفتوح اكتر ثباتا في المستوى في كل الماتشات تقريبا تقريبا. يعني في زي ما قلت لك في تباين لكن تقريبا. فمكسب طبعا كبير يعني يحسب لمستر كروش. عمر كمال برضو لازم ندي حق علي ماهر انه برضو هو اللي خلى مستر كروش يشوفه في المركز الباك اليمين او الباك رايت، لانه لو هو ما شافوش في لو شافه في الدوري مثلا في الجناح او بتاع ما شافوش ماتشين مع فيوتشر في الباك رايت ما كانش هيحطه في الباك رايت. ما برضو يعني مش يعني الفضل بس صحيح ينسب لمستر كروش بس ينسب برضو لعلي طبعا. وهكذا يعني طبيعه الحال ان انا كمدير فني بيبقى ليا اضافات وايضا اللي قبليه ليهم اضافات. ما هو صلاح مين اللي لعبه؟ أيه. وحجازي مين اللي لعبه؟ وابو جبل مين اللي لعبه؟ والونش مين اللي لعبه؟ واحمد الفتوح مين اللي لعبه؟ وحمدي فتحي مين اللي لعبه؟ وعمرو السليم مين اللي لعبه؟ والنني مين اللي لعبه؟ ما كل دولت جهد مدربين فنيين سابقين برضه. مظبوط. فهي الطبيعي انك انت هتضيف، الطبيعي ان انت جاي عشان تضيف. يعني ما هو انا مش جايب حد خبير عالمي عشان ما يضيفش، ما هو لازم يضيف. صحيح. فما فيش شك انه محمد عبد المنعم اضافه. عمر كمال من الناس المفاجاه ليا، مش برضه عشان لعيب كويس او مش لعيب كويس، المفاجاه انه في المكان ده ولعب بالثبات ده. صحيح. يعني كانت فيها قلق. يعني انا واحد كان من الناس كنت متخوف جدا بعد اصابه اكرم توفيق والونش. بامانه يعني طبيعي انت واحد احسن كان سيرد باك في مصر الونش واكرم توفيق خلاص بقى هو باك رايت مصر، فجأة بيتصابوا لك وبيلعب عمر وعبد المنعم لعب وكأنهم يعني ما شاء الله. لا هو انت بتحسب طبعا للجهاز الفني. لا ورايح وانت رايح البطولة تأكيدا على كلام حضرتك بتقول ان اكرم توفيق الباك رايد اساسي منتخب مصر ومالوش بديل. الونش وحجازي هم الاثنين مساكين في منتخب مصر ومالهمش بديل. مش تقليلا من اللي موجودين كلهم، بس انت عارف انه الونش وحجازي اللي بعديهم هيبقوا ممكن ابعد شويه. اكرم اللي بعديه هيبقى ابعد شويه. فاكتشفت ان عمر قدم اداء شبه اكرم وممكن يبقى كمان افضل. اكتشفت ان عبد المنعم ادى اداء يعني عوض الونش وعوض حجازي. مظبوط. يعني على فكره حجازي كان في الدوره دي كويس، لكن سواء لما كان بيغيب الونش او بيغيب حجازي وفي وجود عبد المنعم ما كنتش بتحس اي فرق. بالعكس دي من الاسباب الرئيسيه في البطوله ان مصر
ما تهزتش في ماتش ساحل العاج والكاميرون والمغرب والسنغال في اوقات كتيره جدا من ثقه عبد المنعم والونش طبعا قبلهم حجازي وايمن اشرف لما لعب، لكن انا بتكلم عشان دول لعبوا كتير يعني لعبوا عدد ماتشات كبير، فما فيش شك انه يحسب لمستر كروش انه لاعب عبد المنعم واثبت انه لعيب دولي قديم يعني مش واحد جديد، دي مفاجاه. صح. وعمر كمال برضو صحيح. ايضا صحيح كلهم تميزوا. فانت ليك مكاسب كتير في البطوله. لكن زي ما انا قلت لك لازم من تطوير الشق الهجومي شويه. صحيح. وما يبقاش العبء كله على صلاح، لان صحيح. كله يعني انت اول ما صلاح بتوصل له الكوره بتلاقي السردباك والديفندر والبكره، مش هيفضل هو العبء الهجومي متمركز عليه. صحيح. فلازم دي بقى ان شاء الله يشتغل يعني مستر كروش مع الجهاز الفني المعاون، وبرده انا بشكر الجهاز الفني المعاون لان انا متاكد ان لهم دور كبير، ولكن الناس في مصر للاسف لما بتبقى حاجه كويسه يبقى المدير الفني الاجنبي اللي عملها، ولما حاجه تبقى وحشه يبقى الجهاز المصري ما بيعاونهوش، للاسف في مصر كده. لما المدير الفني يقول لك اصله ما بيسال، لما نلعب كويس يبقى المدير الفني ما بيسمعش كلامهم ولا بيسال فيهم وما بياخدش رايهم، نيجي نخسر يقول لك اصل الجهاز المصري ما بيعاونهوش وما بيقولوش على الاخطاء ما بيقولوش. صح. فيعني